طريقة الربح الجديدة من التيك توك. لو انت متابعني هتعرف ان انا قلت قبل كده ان اليوتيوب دلوقتي بيجيب فلوس من الفيديوهات القصيرة. انت جاي تتكلم على اليوتيوب؟ لا لا لا، مش جاي تتكلم على اليوتيوب، انا جاي اقولك ان التيك توك هو كمان دخل في الخط وحيد فلوس من المشاهدة. طب ازاي؟ طب امتى؟ طب فين؟ اول حاجه انا عايزك تصلي على النبي كده، لو انت مش متابعني تتابعني، تدوس شير في القناه، تشوف على جرس التنبيهات، تتابعني على الفيسبوك، على التيك توك، على الانستغرام، الحاجات دي كلها هسيبها لك تحت الفيديو. دلوقتي نقول يلا بينا. بص يا صاحبي، اول حاجه كده التيك توك هيدي فلوس على المشاهدات. طب ازاي يا احمد؟ طب ايه الشروط؟ طب ايه الحاجات دي كلها؟ هنتعرف على الحاجات دي كلها مع بعض دلوقتي. لكن احب اقول لك، لو انت ما عندكش اكاونت تيك توك بتنزل فيديوهات دلوقتي، فانت خسران كتير وفايتك كتير جدا. زائد الموضوع او التيك توك مش زي اليوتيوب اللي هو مع الكوبرايت بقى وفيديو ليك وفيديو ليك والحاجات دي، عادي يا مان اي حد بيرفع في اي حاجه. فانت نصيحة مني، ابدأ دلوقتي اعمل لك اكاونت باي اسم انت حد انت بتحبه، لو انت مش عايز تطلع بوشك او بصوتك او بالحاجات دي كلها، رغم ان الحاجات دي افيد لك انت. حاجة ان الموضوع ده اشتغل اوريدي بالفعل يا جدعان، مشاهدات في 5 دول او 6 دول عالمية بره، فالموضوع هيتطبق على كل الدول وهيتعمم في الفترة الجاية. فانت يا دوب زي ما بقول لك تلحق تلمي لك شوية متابعين. بصوا، في حاجة اسمها صندوق مبرر المحتوى، زي ما هو قدامك كده، الصور ديت او الحاجات ديت ظهرت للدول اللي انا بقول لك خلاص الربح اشتغل فيها. طب ايش شروطها؟ طب الشروط زي ما هي قدامك كده، برضو لازم أن يكون عندك 10,000 متابع، طبعا عدد اللايكات زي ما هو في الصوره عشان انا مش فاكره بس دلوقتي. المهم يعني الحاجات دي صعبه يا احمد على التيك توك يا جدعان، سهله جدا وفيديو واحد هو يعمل لك الحاجات دي كلها. لكن الفكره ان انت تبدا من دلوقتي، ما تستناش، بحيث ان انت لما يقولوا خلاص فتحنا يا جدعان الربح من المشاهدات في التيك توك، تبقى انت عندك كل حاجه جاهزه وتبدا يا معلم تجيب فلوس ويورو وحاجات كده وشغل 100% ودايم يا جدعان، عكس الحدث اللي انتهى او اللي شغال بس ما خلاص يعني الناس مش عارفه تعمل ايه. فنصيحه مني، ابدا اعمل لك اكونت. لو عايزني اقول لك على طريقه تبدا ان انت تعمل بيها فيديوهات على التيك توك وتطلع بيها ترند، مع كلمه ترند زي الناس اللي بتطلع على التيك توك، سيب لي في الكومنتات وان شاء الله هعمل لك فيديو واثنين وثلاثه وخمسه. بس كده يا صاحبي، اتمنى ان الفيديو يكون عجبك، ولو الفيديو اوريدي عجبك فدوس لك الفيديو وتشترك في القناه وتشترك في جرس التنبيهات، تتابعني زي ما بقول لك عشان الحاجات اللي انا سبت لك تحت ديت كده. وبس يا معلم، سلام.